مساكم الله بالخير، يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، نحييكم ونرحب فيكم عبر قناة كويت سبورت، القناة الثالثة الرياضية، وبرنامج ماسلز ريبيلدينج. هذا البرنامج اللي مثل ما عودناكم نسلط من خلاله ضوء على كل ما هو جديد في عالم رياضة كمال الأجسام، هذه الرياضة المحببة للعديد من الشباب في الآونة الأخيرة، يمكن لاقت استحسان كثير من الشباب وانتشرت انتشار جميل جدا جدا وكثرة هذه الأندية والمدربين بشكل عام. اليوم راح نحكي عن هذه الرياضة والخبايا الموجودة في هذه الرياضة مع الكابتن سبعان. تفضل كابتن سبعان، الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع، وهو موضوع عن التمارين المركبة، التمارين الحب أو الشخص اللي يبي ينزل بوزنه كذلك، والشخص اللي يبي يزيد نسبة العضل في الجسم، الشخص النحيف اللي حاب يزيد عدد الكيلوات في الجسم. أول شيء طبعا راح نتكلم عن الشخص اللي يكون عدد الكيلوات عالية في جسمه أو وزن زائد، فيبي يخسر هذا الوزن الزائد. طبعا الوزن الزائد دائما ما تكون فيه دهون والماء الزائد الموجودة في الجسم، فأنت بالتالي طريقة أنك تخسر الدهون الموجودة في جسمك ما تتجه حق مثلا رياضات اللي هي مثلا رياضة الأثقال أو رياضة الحديد نفسها، لا، أو رياضة كمال أجسام. الأفضل لك أنك تتجه حق رياضة تبني لك نوعا ما عضل، وكذلك تساعدك في تقوية العصب، وكذلك تساعدك تكون رياضة فيها جهد عالي على أساس تساعدك على خسارة الدهون بشكل صحيح. بمعنى التمارين السويدية خصوصا حق الشخص المبتدئ، دائما الشخص هذا يكون ممكن مبتدئ، فهو يحتاج أنه يمارس التمارين السويدية هذه، لأن التمارين السويدية أول شيء تبعد عن الإصابات، تهيئ جسمه على أساس كيفية أنه يتعامل مع كيفية يتعامل مع التمارين بشكل الصحيح، وخصوصا يلاحظ الشخص هذا أنه ممكن يكون التمرين متعب حقه، وأيضا ممكن أنه ما يقدر يمارس التمرين بشكل صحيح بسبب وزن الزائد، فبالتالي التمارين تكون سهلة، يعني التمارين في وزن الجسم يحاول أن يأخذ لمدة شهر أو شهرين أو شهر على سبيل المثال، بما أن شخص مبتدئ فبالتالي يتمرن في وزن جسمه، يتمرن تمارين سويدية، هيئ جسمه، قوى عضلته. الحين الجسم طبعا متهيئ أنه يشيل مثلا الوزن، فبالتالي لما يدخل الأوزان في تمارينه من بعدها راح يلاحظ أنه يقدر يشيل الوزن، لأن قوى العصب وقوة العضلة عنده، فمن دون أي إصابة راح يزيد الوزن، ولكن ما يأخذ وزن عالي، يأخذ وزن خفيف 5 كيلو 2.5 كيلو، ومن بعدها يحاول عدد تكرارات الحركة الكثيرة في التمرين. وأيضا هي تعتبر تمارين سويدية، ممكن تكون تمارين مزدوجة، مثلا ضمن تمرين البوش أب أو الضغط نفسه مع تمرين السكوات في حركة واحدة، هذه راح تساعد على حرق سعرات حرارية عالية، هذه التمارين المزدوجة. زين، بالنسبة حق الشخص اللي نقول النحيف، الشخص النحيف لا، يتجه مثلا أول شيء طبعا حق التغذية، أمر طبيعي جدا أنه لازم يتغذى بالشكل المطلوب على أساس أنه يزيد من وزنه بشكل الصحيح، وأيضا يتجه مثلا يقدر يتجه حق رياضة كمال الأجسام، لأن رياضة كمال الأجسام دائما تعتمد على تحريك العضلات واستهداف عضلات الجسم بالكامل، يستهدف عضلات الجسم بالكامل، فبالتالي هني يغذي العضلات هذه فراح تكبر معاه بشكل الصحيح. زين، الحين بنتجه حق ايضا التمارين المزدوجه. طبعا انا اخترت لكم الوزن الزائد مع التمارين المزدوجه، ليش؟ لان دائما التمارين المزدوجه تكون فيها نسبه الحرق عاليه، تمارين اللي هي الهيت تكون فيها نسبه خساره الدهون بشكل كبير، خساره سعرات حراريه بشكل كبير، ودائما ما تكون انها تستهدف اكثر من عضله في وقت واحد، تمرين السكوات، تمرين مثلا الاكتاف مع تمرين الذراع الامامي او الخلفي او التراي او مثلا عضله الرجل، هذه كلها بوقت واحد انت قاعد تمارس التمرين. طبعا مرات تكون لمده 45 ثانيه او الى 30 ثانيه، فهني نسبه الحرق زادت عندك، قاعد تخسر دهون وايضا قاعد تقوي العضله، فدائما التمارين المزدوجه مهمه،
ايضا مهمه في زياده اللياقه البدنيه للشخص نفسه. راح تلاحظ لياقته البدنيه زادت اكثر، فلما يتجه حق التمارين الاخرى ممكن التمارين تكون سهله بالنسبه له لانه زادت وطورت من جسمه ورفعت من اللياقه البدنيه بالنسبه حق الشخص. فانت هني من خلال انك دائما تختار هدفك وتختار التمرين المناسب لجسمك على اساس يساعدك التمرين هذا اكثر في الوصول الى هدفك بشكل صحيح، لان بعض الاشخاص ممكن ما يختار التمرين الصحيح فبالتالي ما يوصل حق الهدف اللي هو يحتاجه، فراح يلاحظ انه ممكن ما يمارس الرياضه او ما يستمر في ممارسه الرياضه، فهذا امر خاطئ. لا، حدد هدفك، حدد الرياضه اللي تناسب جسمك، راح تلاحظ انك وصلت حق هدفك بشكل المطلوب، وخصوصا مع الايام راح تزيد، راح تطور من نفسك، راح تزيد بالوزن، راح تلاحظ في تغير في جسمك، هني راح يزيد الحماس عندك، وتحاول انك دائما تاخذ تمارين اصعب، تختار تمارين اصعب، والتمارين المزدوجه طبعا تمارين كثيره ما لها نهايه، انت تقدر تدخل تمرين مع تمرين اخر ايضا، ولكن حاول انك تركز انك تلعبه بشكل صحيح، دائما الشخص وجهك بشكل صحيح على اساس ما تسبب لك اي اصابه، وايضا ما تسبب لك اصابات تبعدك بشكل او بفتره طويله عن التمرين، وايضا من خلال هذه التمارين راح تلاحظ انك استهدفت العضله بالشكل الصحيح. ولكن في بعض الاشخاص ممكن لما يمارس التمرين هو بيستهدف عضله معينه ولكن يستهدف عضله ثانيه بسبب زاويه ذراعه، فانت هني نفس ما ذكرت اختار الشخص الصحيح اللي وجهك ويقول لك طريقه الذراع، كيفيه لعب التمرين بشكل صحيح، اثناء ممارستك التمرين يكون موجود عندك على اساس انه راح يساعدك اكثر على استهداف العضله، ومن بعدها راح انت توصل حق العضله اللي انت تحتاجها وحق التمرين الصحيح من دون اي اصابه. وايضا الشخص النحيف يحاول قدر المستطاع ان يزيد من وجباته، يحاول قدر المستطاع ان يتناول من الوجبات ومع الايام يزيد من كميه الغذاء اللي هو يتناوله، ولكن في اعتدال، اعتدال بمعنى تحديد احتياج الجسم من الغذاء على اساس ما يتحول الى دهون. فهني راح يلاحظ انه وصل حق الهدف بشكل صحيح وزاد الجسم وتطور معه، ويحاول يغير من الروتين كل تقريبا شهر او شهرين على اساس انه ما يثبت الجسم وما يتعود على تمرين معين من بعدها ما يتطور. الهدف منها انك دائما انك تطور جسمك بشكل صحيح وتبتعد عن روتين واحد ايضا على اساس انك ما تلاحظ انه ما يكون في تغير جسمك او ما في تطور، فبالتالي تمل تقول انا ما وصلت حق الهدف اللي انا احتاجه. وهذا موضوعنا اليوم ان شاء الله، اتمنى ان الجميع استفاد منه، نلقاكم في حلقات مقبله. كذي أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لإقفال وختام حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمعلومات الرياضية القيمة اللي أعطانا إياها كابتن سبعان السبعان، نلتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد ومعلومات رياضية جميلة جدا جدا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، في أمان الله.